هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم هي ومي. كالعادة بنتقابل كل سبت واثنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة، أكيد بيسعدنا متابعتكم لينا. وطبعا حفظنا أنه كل يوم سبت بيكون معانا مطبخ فقط، ومنورنا النهاردة كالعادة وكعادة كل سبت الشيف سامح صبحي. برحب بحضرتك يا شيف. أهلا بيك يا رنين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منورنا النهاردة. ربنا خليك بنور. طبعا كل سنة وحضرتك طيب. النهاردة أول حلقة لينا بعد الفطار. وانت طيبة وكل الناس طيبين وكل الناس بصحة وسعادة يا رب. هنعمل ايه بقى اكلات النهارده؟ فطاري النهارده مع الشيف سامح النهارده، وهنستنى كل التليفونات على مدار الحلقه. اي اكلات بقى انتوا حابينها زي ما انتوا عاوزين. زي ما احنا قلنا احنا طالعين بقى من الصيام والناس مستنيه، فهنعمل برضو حاجات بسيطه وسهله وفي نفس الوقت موجوده من البيت، بس هنعملها بطريقه مختلفه برضو. الحقيقه المنيو ده احنا مرتبينه مع الاعداد من يوم الاثنين اللي فات عشان يبقى كل حاجة واضحة كده ان ده مترتب من يوم الاثنين اللي فات. معانا لازانيا بالطريقة الإيطالية، هنعملها إيطالي إيطالي النهاردة، يعني هنعملها أوريجينال إن شاء الله. يعني معانا أم علي الحلو. أم علي انت قعدت تقولوا لي بقى عصير وكده وبتاع، طب النهاردة عشان طالعين من الصيام هنعمل أم علي. بس أحلى أم علي بقى النهاردة، بس احنا في الصيف برضه هنكمل مع الفواكه والحاجات السموزي والحاجات الكويسة. تمام. هنعمل كمان معانا لازانيا، معانا أم علي، هنعمل معانا فراخ. صدور الفراخ احنا متعودين في البيوت بيعملوها بانيه، بيعملوها مقلي، يعني كده، فاحنا هنطلع بره الموضوع ده شوية النهاردة، هنعملها حاجة خفيفة كده عشان لما نطلع من الصيام ما ناكلش حاجات تقيله جامده جدا، فبنخش خفيف كده. هنعمل فراخ بصوص البرتقال، حاجه كده ظريفه وخفيفه وليها نكهه حلوه. يلا نبتدي بقى على طول. هناخد معانا بس عشان هنستخدم الفرن كتير، فهنبتدي بام علي. هنبدا بالحلو الاول. نبدا بالحلو، ياخد وقته في الفرن معانا عبال ما يطلع يهدى عشان نعرف ندوقه، عشان لازم ندوقه معاكم النهارده. تمام. احنا هنعمل اللي هنعمل النهارده ام علي بالرقاق. بالرقاق. اه ام علي يا جماعه بتتعمل بكذا حاجه، يعني بتتعمل بالرقاق، بتتعمل لا مش بال، يعني بتتعمل بالتوست بس بنعمله بطريقه معينه، بتتعمل بالملفي، بتتعمل بالكرواسو، بتتعمل بكذا حاجه، يعني بتتعمل بحاجات كتير جدا. احنا معانا النهارده الرقاق عشان اللي ما يعرفش يجيب ملفي، اللي ما يعرفش يجيب كرواسو، اللي ما يعرفش ناخد رقاق، نجيب رقاق عادي خالص. بناخده في الـ في الـ في الفرن، بندهنه زبده، بناخده في الفرن نحمره، او بناخده زي ما انا عامله كده بنكسره وبنحطه في الطاسه او في المقلايه وبنحمره. هو كده متحمر صح؟ الزبده. انا خدته بس كده بلانشيه قبل ما نطلع الهواء، لكن هكمله معاكم. فعشان يبقى يعني ظريف كده وليه نكهه لما يتاخد بالزبده كده وبيبقى مقرمش وما يعجنش في الفرن مع ما نحط عليه اللبن والكلام. تاخد معانا طاجن فخار او طاجن ايا كان الموجود في البيت معانا. احنا هنعمل في كل الطاجن. احنا هنعمل في الطاجن ده، هنعمل واحد ام علي كبير كده لذيذ كده عشان طالعين من الصيام. بس وهناخد معانا كيلو لبن، هنحط عليه كيسين فانيليا كده زراف. هناخد معانا 3 معالق سكر، ولو ان انا مش بفضل، انا بفضل العسل، بس انتوا عشان ما تزهقوش مني بقى عسل عسل عسل، فماشي نخش بالسكر النهارده. وبعدين احنا خدنا زي ما قلنا الرقاق خدناه بالزبده. بصوا يا جماعه كده بيبقى خلاص، يعني مقرمش كده، بنكسره اي حاجه كده. يعني هو بس احنا قطعنا رقاق، احنا الرقاق العادي خالص كسرناه اي طريقه كسرناه وخدناه في، انا بفضل اخده كده في المقلايه، يعني في ناس بتفضل تاخده في الفرن. تدهنه زبده بالفرشه بتاعتنا الظريفه دي، ندهنه زبده سايحه او سمنه ونحطه في الفرن، وش وظهر بيتحمر وبنكسره وبننزله في الطاجن برضه. تمام. يعني هي ما يعني مش هتفرق كتير. طب احنا لو ما عندناش رقاق ممكن نعمله بالتوست عادي مثلا؟ بالتوست، بس التوست بنفرده، بندوس عليه بالمردانه او بنفرده، وبعدين بناخده قطع صغيره برضه، وبعدين بناخده في الزبده تاني برضه. كل حاجه الملفيه يا جماعه، عشان الملفيه بيتعجن بالزبده اصلا، والكرواسو بيتعجن بالزبده، ما بنعملش فيهم كده، لكن الرقاق عجين دقيق، فاحنا بنحب نقفله بالزبده عشان ما يعجنش معانا ويطلع ليه نكهه كده وليه رونق يعني. فاحنا كده انا بفضل ان احنا ناخد اللبن سخن
معانا؟ هناخد معانا الرقاق. الكميه بقى زي ما احنا عاوزين. اي كميه على حسب اللي انتوا هتعملوا فيه. يعني على حسب الطاجن او البرام او الصينيه او ايا كان اللي هتعملوا فيه، بناخد الكميه بنحددها بناء عليه. معانا اي مكسرات في البيت؟ ماشي. اي مكسرات؟ يعني معانا فول سوداني، الفول السوداني ده ينطبق عليه الكلام بتاع الكاجو، بتاع الفستق، بتاع اللوز. بس لو لوز انا بفضل ان احنا نحمصه. نحمصه في الزيت او في الزبده في الطاسه، وبعدين بنركنه على جنب وبنكسره، وبعدين بنشتغل بيه. خلينا في السوداني يا جماعه. السوداني يا جماعه اقل حاجه دلوقتي. بص تحميصه كده. وانا بفضل ان احنا نحط المكسرات في النص عشان ما تطلعش على الوش وتمرر مننا. ماشي. ناخد معانا زبيب، ناخد معانا جوز هند، ونرجع ناخد معانا كمان كريم شانتيه. ده ايه؟ نحطه على اللبن بعد ما نحط اللبن؟ هنحطه على الطاجن نفسه. بناخد جزء من جوه كده بندسم بيه شويه. جماعة اللي النهاردة أصحاب الدايت يمتنعوا. النهاردة احنا بنعتذر لهم جدا. يمتنعوا خالص. احنا بنعتذر لهم آخر حاجة يعني. بناخد معانا برضو شوية جوز هند. ناخد معانا شوية زبيب. تاني. يعني احنا بعد ما حطينا في النص بنحط مكسرات تاني من فوق. بنحط مكسرات تاني. عشان هنغطيهم دول برضو دلوقتي بالكريمه. ناخد معانا بقى اللبن بتاعنا. لازم يبقى سخن، او الشيف سامح بيفضل. انا بفضل ان هو يكون سخن. يعني الطاجن ده بياخد حوالي كيلو لبن. احنا مش بنزود قوي اللبن يعني. بعدين هناخد معانا الكريم، كريمه لباني هي مضروبه، كريم شانتيه يعني، يا كريمه لباني. يا نهار ابيض بقى يا جماعه. يعني انا بس عايز اقول حاجه، طاجن فخم جدا جدا يعني، وقيمته الغذائيه عاليه جدا. وهنحط معانا برضو على الوش كده شويه سكر بودره. احنا برضه حاطين سكر في اللبن، فانت حاطين سكر فما نكترش كتير. احنا بس عشان هناخد الوش بتاعنا. ده ايه ده؟ سكر سنترافيش كده صغير كده، يبقى خلاص ام علي بتاعتنا خلصت. تاخد وقت قد ايه في الفرن؟ هتاخد ربع ساعه تلت ساعه كده يعني، في الحدود دي. مش يعني مش بتاخد وقت اصلا. بتبقى كده بالشكل ده كده يعني، حاجه فخمه جدا يعني. جدا. طيب احنا ابتدينا النهارده بالحلويات عشان الوقت، وطريقه ام علي ناس كتير بتبقى مش عارفه مكوناتها ايه وبتتعمل ازاي. مفيش اسهل من كده الحقيقه. الشيف سامح قال لنا على اسهل طريقه نقدر نعملها بيه. هنبدا بقى في ايه تاني؟ احنا هنبتدي بقى نعصج اللحمه بتاعتنا بتاعت اللازانيا. هنعصج بشكل تاني خالص. النهارده هنشتغل كل حاجه بطريقه يعني ممكن تكون مختلفه شويه، لكن سهله وبسيطه زي ما اتفقنا ان شغلنا كله سهل وبسيط. ماشي. هناخد معانا زبدة. الزبدة يا جماعة بنقطعها كده المكعب بمقدار معلقة. يعني المكعب الزبدة بمقدار معلقة زبدة. نحط بقى 3-4، احنا عايزين ندسمها شوية فماشي نحط 5. ده كده يعني انا بقول لكم اصحاب الدايت يمتنعوا يا جماعة النهاردة. النهاردة احنا بنعتذر لهم جدا عشان دي حلقة كانت الناس مستنياها في الصيام، وعمالين نطلب اكل، عايزين ناكل عايزين ناكل. فيعني احنا ده في ناس طلبت المره اللي فاتت مننا اكل حرش، واحنا عبال ما الزبده تتعمل هنتبل الفراخ اللي احنا هنعملها. ماشي. هشتغل في اللازانيا والفراخ بقى مع بعض يعني. فمعانا روزماري كده فريش. احنا التليفونات على الشاشه لو حابين اي وصفه جديده بس يعني تعرفوها من الشيف سامح. والنهارده الاكل الفطاري بقى، شوفوا ايه الدنيا النهارده نظبط مع بعض. انا للفراخ بصل، ميه بصل، بصلايه مبشوره بنبشرها وبناخد ميتها. احنا طبعا بنحطها بعد كده في تعصيقه اللحمه. طماطمايه مبشوره بناخد ميتها، يبقى ده ميه بصل وميه طماطم. عشان احنا هنعمل الفراخ دي مشويه.
هنشويها. احنا ما نزلناش فيها اي توابل احنا مش هندي توابل خالص غير ملح وفلفل بس. ماشي. عشان احنا هناخد ريحه البرتقال وهناخد ريحه الروزماري، فاحنا عايزين نخليها خفيفه خفيفه. احنا هنصبر شويه على على اللازانيا. اللازانيا هتاخد شغل كتير يا جماعه، وهتاخد حاجات كده واحنا واقفين هنعملها، ونصبر عليها وما نستعجلش. احنا بنعمل دلوقتي الكريمه بتاعت اللازانيا. لا احنا لا لا احنا دلوقتي دي هنعصج اللحمه بتاعت اللازانيا. تمام. الكريمه اولا انا ما بفضلش احط في اللازانيا بشاميل، انا مش بفضل زي. انا بفضل ان انا اعملها بالعصاج والجبنه وادخلها الفرن عشان تبقى اخف شويه زي الايطالي بالظبط. لكن احنا طالما هنحط المكرونه نيه، يعني احنا معانا ورق هنسلوها صح؟ معانا ورق المكرونه ده ني، مش هنسلوه. تمام. ده بيتباع جاهز يا جماعه. وبعدين هو ليه مكنه فرد، وانا هعجنه لكم هنا على الهواء، وهنفرده وهنعمله وهنقطعه وهنعجن اللازانيا هنا على الهواء. تمام. فاحنا دلوقتي هنحطها نيه، هنشتغلها نيه. فطالما احنا بنشتغلها نيه بنبقى محتاجين ان احنا نطريها بصوص او بحاجه عشان تطلع معانا ليها قوام يعني. تمام. هناخد معانا كمان على الفراخ، حطينا ميه بصل، حطينا ميه طماطم، حطينا روزماري، حطينا ملح وفلفل فقط. هنحط عصير برتقانه. ماشي يا جماعه، دي تتبيله الفراخ. احنا برضو بنعمل فراخ بصوص البرتقال. هنحط معانا معلقه زبادي. وخلاص كده هنقلب. اذا احنا هنسيبها شويه تاخد التتبيله ولا المفروض ان احنا هنقلب تاخد وتدي كده، وهنسيبها ترتاح شويه في التتبيله. هستأذنكم لازم نشتغلها كده. دي ما حطيناش بيض، ما حطيناش اي حاجه ولا اي حاجه خالص، ملح وفلفل فقط. والفراخ ما بتتغسلش، صدور الفراخ ما بتتغسلش، نحاول نجيبها من مكان نظيف عشان ما بتتغسلش، عشان لو اتغسلت بتبقى بتزفر وبتزق ميه وبتبقى مش مظبوطه. فنحاول ان احنا نشتغلها كده. احنا حطينا ملح وفلفل، وحطينا روزماري، وحطينا عصير برتقانه، وحطينا معلقه زبادي، ابسط حاجه خالص. هنسيبها معانا ترتاح شويه. معانا اتصال تليفوني، معانا استاذه ام روماني من القاهره. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك معانا. ايوه عايز اكلم الاستاذ سامي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ماما. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا غالي؟ اهلا بيكي. مداك يا قلبي. ربنا يخليكي، كتر خيرك. انت عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليكي، متشكر. قولي لي لو ليكي طلبات او ليكي حاجه نعملها لك قولي لي، تحت امرك. ده حلو خالص كده، جميله كده. ربنا يخليكي. بيعجبك الاكل اللي احنا بنعمله ولا ايه؟ طبعا. ايوه طبعا طبعا. تسلم ايديك. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. دعواتك. ميرسي دعواتك. انا ام رماني مع كلمه. ايه؟ انا ام رماني. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منورانا على الهوا. والشيف سامح يعني اكلاته مبدعه وشهيه طبعا الحقيقه جدا. طبعا. ربنا يخليكي. هو كله حلو. ربنا يخليكي. لو عايزه اي حاجه نعملها في الاكل او حاجه نفسك فيها قولي لي عليها واحنا نعملها يعني، واقول لك على طريقتها ونعملها. حاضر. ربنا يخليكي، شكرا لاتصالك، نورتي. شكرا لتشجيعك وكلامك الحلو يا ام رماني، شكرا لحضرتك. نرجع تاني للحمة. اللازانيا هنخش باللحمة المفرومة. هناخد نص كيلو أو تلات أرباع كيلو لحمة مفرومة. لو إحنا هنعمل قارب بايركس لذيذ زي كده، هنعمل فيه بالظبط نص كيلو أو تلات أرباع كيلو لحمة مفرومة. هنصبر على الزبدة شوية، وبعدين ننزل باللحمة على طول، عشان أنا مش عايز اللحمة تجيب مية، تبقى زي اللحمة المسلوقة. احنا بس عايزينها تاخد كده شوك سريع كده، وهنصبر برضو عليها شوية. احنا دلوقتي بنعصج اللحمة بتاعت اللازانيا. ده المفروض ان البايركس اللي احنا نعمل فيه المفروض ان احنا اللي هنعمل فيه اللازانيا. انا افضل ان احنا نعملها في بايركس يعني، عشان تبقى باينة قدامنا كده ويبقى المنظر كويس يعني. بتبقى شهية بتبقى شهية ومغرية يعني. فاحنا يعني النهاردة هنعمل لكم حاجات مميزة جدا، وهتبقوا مبسوطين بيها، وهتشموا ريحتها وانتوا قاعدين في البيت على فكرة.
انا اللي بشم الريحه كده. فرينيه اللي بتتعذب معانا بقى، فهي اللي بتقعد تشم الريحه، بس النهارده هندوقها بقى لان لازم بقى كده، النهارده فطرنا خلاص بقى، فخلاص كفايه كده يعني، عديت كتير بقى. معانا اللحمه المفرومه بتاعت اللازانيا، قلنا هنعصجها. بننزل باللحمه الاول، معانا جزره مبشوره، معانا بصلايه كبيره متقطعه كريهات، معانا فصين توم، خمس فصوص توم بالظبط يعني مفرومين، معانا ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وجوزة الطيب فقط لا غير، ومعانا ريحان ايطالي اللي هو بتبقى ورقته عريضه، هو بيتباع يا جماعه في السوق على فكره، ورخيص جدا يعني، بيتباع في السوق، او لو مفيش الريحان الايطالي محدش عارف يجيبه مثلا، هو بيتباع في السوبر ماركت عادي بس ده ريحته نفاذه اكتر يعني، نجيب الريحان البلدي. تمام. اللي انا المره اللي فاتت خدته من الجنينه وانا طالع. لو عندنا جنينه بقى ناخد الريحان الفريش. جنينه تحت هنا فيها ريحان، فانا كل مره وانا طالع لازم اقطع واخد منه. لكن ده سهل ان احنا نجيبه برضه. ده سهل جدا، موجود في السوبر ماركت وعادي خالص، بيتباع يعني جدا، وموجود برضه في الجناين يعني، في ليه جناين معينه كده بيتزرع فيها. هي الفكره النهارده في اللازانيا ان هي مميزه بالريحان. اللازانيا يا جماعه احنا مش بنسبك اللحمه التسبيكه البلدي اللي بنعمل بيها اللحمه المفرومه في اي حته. طيب احنا معانا يوسف من بورسعيد. الو، مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا يوسف؟ تمام الحمد لله. ازيك يا يوسف؟ الشيف سامي بيكلمك. عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ تمام الحمد لله. قول لنا عاوز ايه بقى؟ الاكلات اللي انت بتعملها كيف حلوه جدا، ربنا يخليك، ميرسي. عايزين حلقه بقى عن الاكل الاسيوي. الاكل الاسيوي. اسيوي. الولاد. الصيني بقى والحاجات دي بقى طيب حاضر حاضر. ما احنا قلنا هو في حد اتكلم المره اللي فاتت برضو كان عايز سوشي وكده، فاحنا قلنا هنعمل دي، ده عايز حلقه لوحده. يوسف حاضر من عينيا الاثنين، هعمل لك، اوعدك ان انا هنعمل حلقه للاكل الصيني والسوشي، وهنعمل كل حاجه ان شاء الله، اي حاجه في الاطفال بيطلبها اعتبروها امر وهنعملها. شكرا ليك يا يوسف على اتصالك. ميرسي يا يوسف على اتصالك، نورت يا حبيبي، شكرا. الاكل الاسيوي على فكره الولاد يعني هم بيحبوه عشان الصوصات بتاعته. النودلز بقى والصوص اللي بالزبط. فيه بالظبط، والحلو على الحادق والحراق والحاجات دي، هم مختلفين شويه في اكلهم، هم ليهم اكل لذيذ جدا يعني بصراحه، وليهم اكل احنا مش بتاعنا يعني ما نعرفش ناكله احنا يعني، لكن طب نعمل بقى الاكلات في مره. مش مساعدني صراحه، فانا مش عارف نعمل ايه بقى. ممكن ننقلها على عين تانية، أو تحب تعليها على تسعة؟ نحاول نشوف كده عين تانية. احنا دلوقتي بنحاول يعني نعصج اللحمة كده، بس انت قلت لنا التعصيجة اللحمة بتاع اللازانيا مختلفة عن أي حاجة تانية. مختلفة شوية عشان احنا بنحاول ناخد فيها الريحة اللي هي بنحب نحط فيها اللازانيا. يعني التعصيجة التانية احنا بنعصج الحاجات التانية، اللحمة التانية بنعصجها ممكن بطماطم، بعصير طماطم بنعصجها، بنحط البصل الأول ونلفه وبنحط يعني بنبدأ كده، احنا لا بنبدأ بالعكس، بنحط اللحمة الأول. أنا شايفة إن البصل نحطه بعد ما دخلنا. والمفروض بس النار تبقى عالية شوية عشان المفروض إن احنا نلطش اللحمة عشان خاطر إن هي ما تعملش مية، وفي نفس الوقت نعرف يعني نبقى سراع فيها شوية يعني. طيب مفيش مشاكل، عبال ما نعمل عبال ما اللحمه هنصبر عليها شويه، هنعمل لها شويه بشاميل صغيرين، هو مش بشاميل قد ما هو صوص ابيض. هيبقى اخف شويه يعني من البشاميل، يعني هيبقى خفيف شويه يعني، لا هو شوربه بالكريمه ولا هو بشاميل تقيل، يعني في النص كده. تمام. حاجه طيب. كده في النص. خلينا ناخد اتصال تليفوني. معانا استاذه نبيله من اسكندريه. الو، مساء الخير. مساء النور حبيبتي. اهلا بحضرتك. احنا متشكرين للي انتوا بتعملوه ده، والله قناه جميله. شكرا ليكي. جميله. شكرا ليكي والمتابعه والكلامك الجميل، شكرا لحضرتك. عايزه اقول للشيف عايزه اي اكل خفيف للسكر والكوليسترول العالي. حاضر يا استاذه نبيله، حاضر. بس زي ما احنا قلنا اولا شكرا لاتصالك، بس زي ما احنا قلنا قبل كده احنا نتابع الاول مع دكتور تغذيه علاجيه، احنا نعمل لكم هنا حلقه اكل صحي للدايت وللناس بتوع النقرس والناس بتوع مرضى السكر. حاضر من عينيا الاثنين، هنعمل كل ده، وانا متابع على فكره، وبتابع تعليقاتكم وبتابع كلامكم وبتابع التعليقات اللي بتجيلي على الخاص، وطلباتكم اوامر وهنعملها. حاضر، هنمشي منكم. متشكر على اتصال حضرتك جدا، شرفتي يا هاني. شكرا لاتصال حضرتك. يعني احنا عايزين مره برضو نعمل اكلات خفيفه للناس اللي هي عندها سكر والكوليسترول عالي،
عشان يعني لازم نعمل لهم حلقة. طبعا زي ما احنا اتفقنا، احنا قلنا مكعبات الزبدة احنا بنقطعها مكعبات كده بمقدار معلقة، المعلقة عليها معلقة دقيق. انا ما حطيتش مقادير على الشاشة عشان خاطر تتابعونا، تفضلوا متابعينا وتفضلوا مركزين معانا يعني. يعني ما حدش بقى يسيب التلفزيون ويكتب ورقة وان خلاص كتبنا المقادير، بعد كده نحط المقادير قدامنا واحنا واقفين على الهواء. وقبل ما نخلص الحلقة هقول لكم الحلقة الجاية فيها ايه عشان تبقوا عارفين ومرتبين ومستنيين، وانتوا تختاروا، هختار لكم صنفين وانتوا هتختاروا الصنف الثالث، تكتبوا لي في التعليقات وتكتبوا في الخاص وتكتبوا في الصفحة، صفحة ميسات وعلى اليوتيوب، تكتبوا كل حاجة اللي هتكتبوه هو اللي هنعمله. هنختار صنفين وانتوا تختاروا، يا اما صنف حلو يا اما صنف تاني تمام عادي، ونعمله ونشتغل فيه. هنستنى مشاركتكم. احنا معانا استاذة رعوس من القاهرة. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، انا بحييكم على البرنامج الجميل ده. شكرا لحضرتك. وبحيي الشيف سامح. ميرسي يا استاذ رعوس، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، تعيش ايديك يا شيف. و كنت عاوزه اعرف ام علي تاني عشان ما لحقتهاش، وكنت عاوزه اعرف المقادير وايه اللي حصل في الاول يعني اتعمل في الاول. ويا ريت تعمل لنا بقى اكلات يعني ما تكونش مكلفه قوي يعني اقتصاديه. بالظبط. اهلا بيكي الاول وبعدين حاضر. اهلا بحضرتك. خساره ان فاتك ام علي، بس هي معانا لسه يعني، وكويس اللي انت اتصلتي فكرتيني بيها عشان ابص عليها. بنشكرك على اتصالك. بصي على اتصالك واستني استني معانا. بصي هتشوفي احلى ام علي طالعه من الفرن دلوقتي، لان انا عاملها في الاول عشان عايزها تهدى عشان عايز ادوقها. طيب احنا هنقول لحضرتك طبعا المقادير بشكل تفصيلي وطريقتها والشيف سامح عملها ازاي. خليكي معانا وتابعينا. وهي خدت تقريبا وقت في الفرن ربع ساعه، ما كملناش، سريعه جدا هي كده. خلاص صح معانا احلى ام علي في الدنيا. الله على لونها. بص بقى الكاميرا هتجيب الجمال ده. لا بجد سلم ايدك، حلوه قوي. اسرع حاجه واسهل حاجه احنا عملناها مدام رعوس بالرقاق. احنا قلنا نجيب الرقاق وندهنه زبده الاول. بس قبل ما اقول لك ام علي معلش، احنا عملنا ثلاث مكعبات زبده، حطينا عليهم ثلاث مكعبات دقيق، بنسويهم شويه كده زراف. خلاص يعني هم كده تقريبا استووا معانا. هناخد معانا اللبن. دي يا جماعه المفروض ان دول بياخدوا كيلو لبن، بس احنا هنمشي واحده واحده لغايه لما هناخد القوام اللي احنا عايزينه. ماشي. دي الكريمه بتاعه اللازانيا، احنا قلنا بنعملها بشكل اخف من البشاميل. هنمشي معاها واحدة واحدة لغاية لما تمسك معانا. أنا مش عايز كتير وما كنتش بفضل إن أنا أعمله، لكن لما إحنا هنطلع على المكرونة هنحطها مش مسلوقة، فإحنا لما يمسك معانا كده ده كده حاجة كويسة برضو، يبقى كده الدقيق بيستوي معانا ومش هنخليه يخرز مننا. هنخش عليه كده باللبن واحدة واحدة وما نقلقش يعني، هو بيفك لوحده مع التقليب على طول كده. لما نوصل خد بقى رتل، خد رتل ونص، خد رتلين زي ما ياخد. هو احنا القوام بتاعنا بيبقى اللي هو متماسك قوي كده ولا؟ لا خالص خفيف. لا خالص، ده بيبقى هتشوفيه دلوقتي حالا. احنا بس هنوطي النار. خلينا على النار هاديه كده عشان لحد ما يدوب عشان ما يكلكعش. بالظبط. لا هو مش عشان ما يكلكعش، عشان بس ما يمسكش، لان كل ما يبقى النار عاليه هو بيمسك اكتر. لان دي احنا عارفين ان احنا بنربط بيه يعني، فاحنا بنفك كده. خلاص معانا استاذه كارول من القاهره. ايوه. الو مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذه رنين؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك عامله ايه؟ ممكن الحمد. اتفضلي. اهلا بيكي استاذ سامح. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ازيك؟ بنشكرك على الاكل الحلو والمتنوع اللي حضرتك بتعمله لنا كل مره. ميرسي، ربنا يخليكي. بس انا كان عندي بس كده يعني طلب، لو ينفع في مره من المرات تعمل لنا حلقه ازاي ننظم اكل الاسبوع وازاي نحافظ على الخضار والفاكهه طريقه التخزين. برافو عليكي. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده في اول حلقه. قلت يا جماعه ان احنا لازم نلم الحاجات اللي في البيت وما نرميش حاجه، حتى قشر الطماطم يعني. احنا مقشرين النهارده الطماطم عشان بنعملها كونكاسيه كده، فخدنا القشر بتاعها عملناه في الخلاط وخدنا منه عملنا منه عصير عشان نخش بيه على تعصيج اللحمه بدل ما احط صلصه معلبه.
ما بالظبط، احنا عايزين بقى حضرتك ازاي نغسل اللحمه والفراخ ونحافظ عليهم، هل اللحمه فعلا بتتغسل ولا ما بتتغسلش؟ حاضر. هل في بكتيريا لما بنفك الاكل نطلعه من الفريزر ونجمده وندخله؟ هل لا لا احنا بصي حضرتك انت بتتكلمي مظبوط، بس هو فك الحاجه من الفريزر هي مره واحده. ايوه ما احنا عايزين بقى يعني عايزين حضرتك تعلمنا الحاجات دي، لان ده اللي بيحافظ على يعني سلامه الاكل وازاي نحافظ على صحتنا وكل الحاجات دي. بصي كمان يا كارول، احنا كان معانا من اسبوع تقريبا دكتور مجدي نزيه، يعني كنا بنتكلم مخصوص عن طريقه التخزين والفراخ تقعد قد ايه في الفريزر وازاي نقدر نخزنها، اللحمه تتغسل ازاي، يعني اتكلمنا في حاجات كتير جدا. ممكن ترجعي للحلقه عن طريق طبعا الفيسبوك صفحه البرنامج هي ومي او قناه ميسات، هتعرفي طبعا اكيد معلومات هتبقى حلوه قوي هتعرفيها. أنا بشكرك جدا. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا قلت في حلقة السمك إن إحنا هنعمل حلقة مصنعات عشان خاطر الناس برضو كانت سألتني في حلقة السمك إن إحنا هنعمل نفك ونجمد برضو ونعمل إيه، فهنقول الكلام ده كله يا جماعة، إيه اللي يتفك وإيه اللي يتغسل وإيه، لأن في حاجات ما بتتغسلش خالص يا جماعة. يعني في حاجات اللحمة والكبدة والحاجات دي بنجيبها من عند الجزار ما بنغسلهاش خالص، عشان بس نبقى عارفين ما بتتغسلش نهائي لا قبل ولا بعد. طب احنا كان معانا دكتور مجدي، لا كنا بنقول ان احنا لازم نغسل اللحمه وننشفها وبس كده، وبعد التقطيع ما ينفعش نغسلها. لا هي طالما اللحمه، ما هو الجزار بيديها لك متقطعه، ما انت ممكن تجيبي من الجزار الكلام ده لو انت هتجيبيها قطعه واحده. فممكن مش نشطفها تحت الحنفيه، ممكن نسقطها في ميه كده ونطلعها. وانا ما بفضلش كده، يعني انا بفضل انها ما تتغسلش خالص، يعني اللحمه والكبده والحاجات دي انا بفضل انها ما تتغسلش خالص يا جماعه، لان هو اللحمه احنا المفروض بنجيبها فريش من عند الجزار، ما بنستناش بقى نجيب لحمه مركونه او الكلام ده، بنجيبها فريش من عند الجزار، هو بيقطعها طالما اتقطعت خلاص مالناش دعوه بيها بقى. تمام خلاص. احنا كده عملنا صوص البشاميل زي ما انتم شايفين كده، هو يعني خفيف جدا. احنا معانا استاذه سهير من القاهره. الو صباح الخير. اهلا بحضرتك. ازيك يا مدمريني؟ منوره في الشاشه. شكرا ليكي، شكرا ليكي والكلام حضرتك. برنامج جميل، برافو عليكم ان انتوا دخلتوا المجال ده على القناه. شكرا لحضرتك. وتاني حاجه شيف سامح، شيف جميل جدا. ميرسي. شاطر جدا جدا. ربنا يخليكي. ليا رجاء طلب شيف سامح، أمرينك. قبل ما تعمل العرض بتاع الطبخه تدينا بس المقادير مكتوبه احنا بنصورها، اللي ما بيقدرش يصورها يبقى في الاخر يكتب زي ما انت بتقول. وبعدين ليا طلب تاني، معلش بشكركم على حسن استقبالكم لتليفوناتنا. تاني حاجه ليا طلب، وانت بتعرض الطبخه في الاخر جنبها المقادير بتاعها من عينيا، علشان في ناس بتدخل متاخره وانا بخش متاخره بزعل قوي من الحاجات اللي فاتتني. طيب حاضر. حاضر. من عينيا. شكرا. حاضر. شكرا. سلام. من عينيا. شرفتي باتصالك، بس انا قصد ان انا ما اطلعش المقادير عشان تتابعونا وتفضلوا مستنيين انا هقول ايه وهنعمل ايه والكلام ده كله. في ناس بس بتدخل متاخر فبيضيع منها الاكل، لكن الأكلة. عشان خاطر حضرتك حاضر من عينيا، هنقول المقادير كلها بالظبط، وانا كل شويه بعيدها وانا بتكلم. احنا طلعنا ام علي دلوقتي، احنا عملنا قلنا ام علي بالرقاق، حمرنا الرقاق العادي بتاعنا، حمرناه في الزبده، لفيناه في الزبده بتاعتنا. بصوا يا جماعه ام علي يعني لو في صوت متحمرة. يعني لو في صوت في المايكات عندي يعني لو في، عشان بس نخلي دي هنا كده كده عشان بس لما تبرد. حمرنا ام علي بالرقاق، الرقاق بتاع ام علي حمرناه في الزبده، حطينا مكسرات من البيت ايا كان اللي موجود عندك، جوز هند، زبيب، فول سوداني، كاجو، فستق، لوز، اي مكسرات عندك يمشي الحال. احنا حاطين زبده كتير طبعا، جبنا كريمه لباني ضربناها على ميه ساقعه، بس ما بنضربهاش بميه ساقعه، بنحطها في حوض ثلج كده وبنضربها بالمضرب بلبن، او بنجيب الكريمه اللباني السايله هي بتتضرب لوحدها من غير لبن ومن غير حاجه، بتعمل زي ما احنا عملنا، بنحطها طبقه في النص وطبقه على الوش، الطبقه اللي على الوش هي اللي بتدينا الجيراتان ده اللي بيطلعها عندنا بالشياكه والحلاوه دي، وبتديها دسم ما بتبقاش فتة يا جماعة، بتبقى حاجة تانية خالص. صحيح. يعني دي بتتاكل حاجة تانية خالص مع الفانيليا مع الكريمة اللباني، بتبقى حاجة حلوة جدا ومقاديرها سهلة جدا. أنا خلاص استأذنك، احنا خدنا كده، استأذنك نخرج لفاصل إعلاني سريع ونرجع نكمل اللازانية بتاعتنا. استنونا ما تروحوش في أي حتة مشاهدينا، أنا بستأذنكم فاصل إعلاني سريع ونرجع نكمل مع حضرتك، خليكم معانا.